احنا كنا بنتكلم على الليفت بامب اللي هي طرمبات الرفع الواطي، وقلنا ان الطرمبات ديت بتحدد بحاجتين، تصرف وهيد، او والهيد ده بيترجم لهورس باور، لقدره. فانا عندي الطرمبات الموجوده قلنا بنحدد عددهم، العدد فالعدد بيحدد التصرف، اقل عدد من الطرمبات الاساسيه اللي هي المين الوركينج 2، واقل عدد من الطرمبات الستاند باي 2. تاني حاجه انا عندي الستاند باي بناخد بنسبتهم قد ايه، من 50 ل 150% من الطرمبات. طيب عدد الطرمبات الكليه في المحطه من 4 ل 10، ما تزيدش عن 10 عشان ما يبقاش فيه كميه كبيره ملهاش لازمه، زي ما كنا في المواسير بتاع الانتاج بنقول 4 5 مواسير، عشان بعد كده هتبقى العمليه غير اقتصاديه. فبالتالي دلوقتي حددنا عدد الطرمبات، فنقول مثلا عندنا طرمبتين او 3، بنحدد تصرف كل طرمبه وتحديد التصرفات الطرمبات بالريتل على الثانيه. يبقى مثلا لما اقول ان انا عندي طرمبه بحدد التصرف، الطرمبات دايما بنحددها لتر على الثانيه، فهقول ان انا عندي قلنا مثلا لو 1000 لتر على الثانيه التصرف الكلي، ممكن اختاره 4 طرمبات اساسيين لوركينج 250 لتر على الثانيه، او اختارهم طرمبتين 300 وترمبه 400، يبقى دي ال 1000. طب الستاند باي لو انا واخدهم 4 250، ممكن اخد لهم 2 ستاند باي 250، يبقى دي ممكن 50 معايا فلوس زياده، اخليهم 3 يبقى 3 في 5 250، يبقى 750، اخليهم 4. طيب لو هم مثلا ترومبتين 300 وواحده 400، يبقى على الاقل ترومبه 300 وترومبه 400، يبقى دول ستاند باي. يبقى ده كده حددنا تصرف وعدد الترومبات. عاوزين نحدد الهيد بقى، ونحدد الطاقه الهورس باور للترومبات. فانا عندي الهورس باور عشان نحددها. فالتصرف بتاعنا كيو ديزاين زي ما قلنا هو التصرف التصميمي للانتيج كله من اول ما بدانا، هو كيو ماكسيمم مانثلي اللي هو 1.4 كيو افريج. الهورس باور بقى بتاع الطرمبه عشان نحسبه بيساوي جاما اللي هو السبيسيفيك ويت اوف ووتر، وده تقريبا بناخده 10000 كيلو جرام لكل متر مربع اللي هو الوزن النوعي للميه. كيو تشارج بير بامب، اما بنحسب هورس باور بنحسبه لترومبه واحده مثلا، فبيبقى هو تصرف الترومبه. انا قلت مثلا عندي ترومبه 300، يبقى التصرف اللي هو 300، تصرف ترومبه 250 اجيب لها هيد، يبقى كل نوع من الترومبات بعوض بتصرفه اجيب له الايه الهورس باور بتاعته. نيتا واحد ونيتا اتنين اللي هي الافشنسي اوف بامب، كفاءه الترومبه نيتا واحد 70 ل 80%، نيتا 2 الافشنسي اوف موتور من 80 ل 90%، كفاءة الترومبة وكفاءة الموتور اللي هو بيدور الترومبة. يبقى عامة نيتا 1 نيتا 2 بتبقى في حدود بناخدها 64%. طب ال اتش تي او ال اتش توتال، يبقى التوتال هيد اوف بامب اللي هو الرفع الكلي للترومبة، اللي هو لما نيجي نبص في الصورة اللي على اليمين ديت هنبص نلاقي ان هو الرفع الترومبه بترفع من منسوب الووتر ليفل في الصمب لمنسوب الهاي ووتر ليفل في الخزان اللي هو في المحطه، يبقى بترفع، يبقى ده بنسميه ايه؟ اتش ستاتيك اللي هو الرفع الاستاتيكي، يبقى نقطه الميه بتترفع من منسوب لمنسوب. طب الكريتيكال عندي الووتر ليفل في الصمب للهاي ووتر ليفل في او الخزان في المحطه، يبقى ده اتش ستاتيك. طب خلال الميه بقى ماشيه خلال الترومبه، ماسوره السحب، ماسوره الضخ، بيحصل فواقد، فواقد احتكاك، يبقى في اتش فريكشن، يبقى فواقد احتكاك. طب والميه ماشيه، انا عندي الميه ماشيه في هنا كوع اهو، وادي كوع تاني، في يبقى في فواقد ثانويه نتيجه ايه؟ تغير مسار الميه وتغير مسارها من قطعه لقطعه، دي بنسميها فواقد ثانويه. يبقى عندي التوتال هيد بيساوي اللي هي الاتش توتال بيساوي الديناميك هيد
اللي هو هيد ديناميكي، ده نتيجة الاحتكاك ونتيجة الفواقد الثانوية، نتيجة وجود قطع خاصة زي المحابس، المشتركات، الأكواع وهكذا. طيب يبقى الديناميك هيد ده عبارة عن إيه؟ ذا فريكشن لوس ثرو ذا انتيك كوندويت، اللي هو تواقد الفواقد الاحتكاك خلال ماسورة الاحتكاك وخلال الريزنج مين، يبقى عبارة عن الفاقد في ماسورة السحب اللي هنا اللي هي قبل الترومبة، وماسورة الضخ اللي هي بعد الترومبة، يبقى دي فواقد الاحتكاك. طيب والتاني حاجة زائد السكندري لوسس اللي هي الفواقد الثانوية اللي قلنا نتيجة ايه، تغير شكل المواسير ووجود محابس يبقى ال H total بيساوي H static زائد اتش فريكشن زائد اتش ماينر اللي هو الايه الاتش توت. طب الاتش ستاتيك بنحسبه ازاي؟ عباره عن الاستاتيك از ذا ليفل اوف ووتر ان ذا فيرست يونت ان ذا بلانت، هو منسوب الميه في اول وحده في المحط ناقص منسوب الميه في الخزان ناقص اللو ووتر ليفل اوف ذا ووتر ان ذا سورس، يساوي بمعنى اخر ذا ديفرنس الفرق ما بين الووتر ليفل اند ذا ووتر ليفل ان ذا فيرست تانك ان ذا ووتر تريتمنت بلانت. منسوب اول خزان داخل محطه التنقيه بيبقى ارتفاعه عن سطح الارض من 5 ل 6 متر. فممكن نقول لا الاتش ستاتيك نحسبه ازاي؟ عباره عن الجراوند ليفل منسوب سطح الارض اللي هو ده ناقص الووتر ليفل، يبقى اداني الجزء اللي هو حسب لحد منسوب سطح الارض زائد ارتفاع اول خزان اللي هو 5 6 متر. يبقى الاتش ستاتيك لو انا اعرف منسوب الميه في اول خزان ومنسوب الميه اللي هو ليفل في الصنب خلاص نطرحهم من بعض يديني اتش ستاتيك، ما اعرفش يبقى انا اعرف منسوب سطح الارض في المحطه واعرف منسوب الميه في الصنب اللي هي بياره التخزين، اطرحهم من بعض وازود ارتفاع اول خزان داخل المحطه اللي هو خمسة ارتفاعه غالبا بيبقى 5 6 متر فوق سطح الأرض، يبقى ده اتش ستاتيك حسبناه ناقص عندي اتش فريكشن والاتش ماينر. الاتش فريكشن بنحسبه بعلاقة دارسي، الاف ال في سكوير على 2 جي دي، الاف معامل الاحتكاك 2% ل 4%، ال طول الماسورة في السرعة خلال الماسورة، جي عجلة الجاذبية، الدي اللي هو الدايمتر. طب الفواقد الثانوية بناخدها تقريبا 10% من فواقد الاحتكاك، يبقى انا بحسب فواقد الاحتكاك مثلا طلعت 5 متر، يبقى الفواقد الثانويه 10% في 5 يعني 50 سنتي او نص متر، اجمعهم على بعض يبقى 5.5 زائد اتش ستاتيك يديني الاتش توتال. يبقى نحسب نرجع بقى للقانون اللي هو بتاع الهورس باور، يبقى الجاما خلاص انا بنقل الميه 1000 كيلو جرام على المتر المكعب، الكيو التصرف الترومبة انا محدده من العدد اللي هو المرحله اللي قبل كده مثلا 300 لتر على الثانيه، الاتش توتال بقى عباره عن اتش ستاتيك مثلا 15 واتش فريكشن 5 واتش ماينر نص اللي هو 10% من 5 يبقى 15 و5 20 وزائد نص يبقى 20 ونص، يبقى الاتش توتال اللي حسبناه اللي هو من العلاقه اللي هي بالاحمر دي اللي تحت، حسبنا اتش توتال ونعوض وال 75 نيتا 1 نيتا 2، يبقى جبنا الهورس باور اللي هو بتاع الايه كل مضخ. طب لو انا عاوز احسب التوتال هورس باور يعني ايه الطاقه اللي انا محتاجها عشان انقل الميه بغض النظر بقى انها مضخه واحده مضختين يعني او نفس العدد، ممكن اقول ايه تساوي الووتر دينستي اللي هي 1000 كيلو جرام في الان عدد الطرمبات العامله في تصرف الطرمبه الواحده، يبقى انا عندي مثلا ترومبتين عامليتين اساسيين في تصرف الترومبه 400 واضربها في التوتال هيد واقسمها على 75 نيتا 1 نيتا 2، يبقى جبت الطاقه المستخدمه لرفع الميه من المصدر للمحطه الطاقه الكليه، عشان مثلا هحسب حساب ان انا اجيب محول كهربائي اجيب مولد يبقى عشان اعرف الطاقه اللي انا عاوزها. طيب الرسمه اللي موجوده دي قدامنا دي الرسمه بتاعت هاوس او لو ليفت بامب وحده الرفع، يعني هنبدا هنتكلم على الكلام ده بالتفصيل بعد كده المحابس والكلام ده.
بس يبقى انا عندي الاستورج او خزان التوزيع او الصمب اللي هو موجود ده، البامب بقى موجوده اللي هي رقم 2. طب بتسحب بماسوره من الخزان، طب وهي بتسحب من الماسوره لو في مشكله في البامب يبقى انا عاوز اقفل الميه عشان ما تروحش اعمل صيانه البامب، يبقى في محبس رقم 1 ده اسمه جيت فالف او سلوس فالف، محبس غلق. يبقى المحبس ده اللي احنا بنشوفه محبس كده بنقفله يمنع مرور الميه. طب بعد الطرمبه، لو الطرمبات دول شغالين، انا مشغل طرمبه والاثنين التانيين مش شغالين، الميه مثلا في الطرمبه اللي في الخط اللي فوق هتمشي تروح للمين هيدر اللي هو 4 اللي هي المين فولد او الهيدر اللي هو خط التجميع. طب لو مفيش محابس هترجع المياه تاني للبيار، فبنعمل حاجة اسمه اللي هو شيك فالف أو محبس عدم رجوع بمرور المياه في اتجاه واحد اللي هو رقم 3. يبقى بعد الطرمبة على طول بيبقى فيه محبس عدم رجوع بيحس بمرور المياه في الاتجاه اللي عليه السهم ده. بعد كده لو حبة المياه مش في المنها ده، لو حبة الطرمبة اللي في النص دي مش شغالة، المحبس ده يمنع المياه إنها ترد في الطرمبة وترجع للخزان تاني. يبقى ده اسمه محبس عدم رجوع او شيك فالف رقم 1 ده اللي هو وبعده بقى بنعمل محبس غلق بحيث لو في مشكله في الخط بتاع الطرمبات مثلا اللي فوق ده كله نروح قافلين محبس رقم 1 اللي على اليمين وعلى الشمال، نصلح الطرمبه، نصلح الخط اللي هو محبس عدم الرجوع وهكذا. يبقى ديت مكونات اللو ليفت بامب او غرفه الطرمبات او وحده الطرمبات. مثلا ممكن يبقى عدد الخطوط دي 3، قلنا أقل حاجة 4 طرمبات، 5 6 7 لحد 10، يبقى في 10 خطوط بالشكل ده. يبقى دي مكونات اللي هي اللو ليفت بامب. هنيجي نتكلم على جزء اللي هو السكرين. احنا كنا بنتكلم في الانتيك وفي الشور انتيك، وقلنا ان انا عندي مصافي ودي عشان تمنع المواد العالقه اللي هي الطافيه انها تدخل الانتيك او تدخل للطرمبه. فهنيجي نبص في الرسمه اللي هي موجوده ديت، هنلاقي ادي السكرين اهو، ده الوير ارتفاعه مثلا من نص لواحد متر، السكرين اللي هي مايله بزاويه سيتا، منسوب الهاي ووتر ليفل. السكرين دي عباره عن مجموعه قضبان من الحديد. لو بصينا في الرسمه اللي تحت عندي 3 مواسير وقدام كل ماسوره السكرين بتاعتها، عرض السكرين بي اللي هي، طب السكرين دي عباره عن ايه اللي هو بالاحمر دي؟ اما نبص لفوق كده عباره عن مجموعه من القضبان الحديد بينهم مسافه، البارز القضيب الحديد اللي هو مستطيل بالشكل ده العرض بتاعه ايه؟ المسافة ما بين القضيب والتاني اس، المسافة ما بين القضيب والتاني دي اللي بيفوت منها المية اللي بتسمح بعملية تصفية. يبقى بتحجز المواد اللي قطرها او حجمها اكبر من اس، اكبر من مسافة ما بين الايه القضبان دي ما بين السكرين. يبقى السكرين اللي هو اللي مايل في الرسمة اللي في النص دي المصافي، اللي مايل ده بار سيخ من الحديد، السيخ ده قد يكون دائري او يكون مستطيل. السياخ ديت السكرين عباره عن مجموعه من السياخ بينهم مسافه، المسافه ديت اس، حسب المسافه ديت بيحجز. طيب يبقى السكرين عباره عن ايه بقى؟ عباره عن مجموعه من السياخ من الحديد مايله بزاويه سيتا، الزاويه ديت من 45 ل 60 درجه، الميه بتمر من خلالها من خلال فتحه قطرها اس، المواد اللي قطرها او حجمها اكبر من اس بتتحجز على السكرين ويتم ازالتها. طيب عاوزين نقول ايه؟ السكرين دي لها انواع، التايب اوف سكرين، فاين سكرين يعني التصفيه ناعمه، دي بتبقى المسافه اس ما بين البارز القضبان صغيره من 3 ل 10 مللي، تصفية متوسطة ميديم من 10 ل 25 مللي، كورس سكرين تصفية خشنة المسافة بين البارز من 50 ل 100 مللي. يعني تخيل حضرتك ان لو اي حاجة قطرها اكبر من 5، يعني اقل ما لو قلت انا خدتها 50 مللي، يبقى اي حاجة قطرها اقل من 5 مللي هتنفذ من السكرين وتروح للطرمبات. يبقى ده عشان نبقى لك لو هي الفاين
بتحجز بقى الحاجات اللي هي اكبر من 3 مللي. لو هي قطرها 3 يبقى اي حاجه اكبر من 3 هتحجزها، اقل من 3 هتعدي. يبقى حسب نوع التصفيه اللي انا بعملها بنعمل سكرين، نختار النوع. عاوزين نصمم السكرين اللي هي ديزاين كريتيريا اوف مانوال سكرين، اللي هي الطرمبات دكتور المصافي اليدويه اللي هي غالبا بتبقى الكورس سكرين. المانوال سكرين يعني طريقه التصميم ديت هتمشي لاي نوع من الانكلايند نت اريا، المسافه اللي هي المايله، مساحه الجزء المايل ده اللي هو بيمر من خلاله المايه، بيساوي ان عدد الفتحات في اس المسافه ما بين السكرين في ال اللي هو طول الجزء المايل. يبقى المايه لما تمشي هتمشي ما بين الفتحات اللي هي ما بين السكرين. طيب يبقى الفتحه ديت الفتحه الواحده مساحتها كام؟ اس في ال. طب السكرين فيها كام؟ فيها عدد ان من الفتحات، يبقى المساحه اللي هيمشي منها الميه عباره عن ان في اس في ال. عاوزين نمشي بالراحه كده في السكرين عشان ايه لما نيجي نصمم ما نتلخبطش. الميه بتمشي في اي قطاع مائي بتمشي زي قلنا في الاريا بتاع التصرف اللي بيمشي فيها. في السكرين الاريا دي متقسمه لمجموعه فتحات ما بين السكرين، الفتحه الواحده مساحتها عرض العرض ما بين البارز القضبان في طول المايل للبارز القضبان اللي هي او السياخ اللي هو ال. يبقى المساحه اللي هيمشي فيها التصرف مساحه الجزء الواحد اللي هو اس في ال مضروبه في ال. المسافه ما بين السبيسنج بتوين بارز اس في المانوال بناخدها من 2 ل 5 سم. السكنس اوف بار اللي هو عرض السيخ الحديد بقى من 1 ل 3 سم. الوايدز اوف بارز اللي هو عندي البارز اللي هي فوق على اليمين ديت اللي هي الاي والاس، انا يعني عندي البار اللي هو بالاحمر ده العرض بتاعه ايه وديت قلنا من 1 ل 3 سم. الطول بتاعه اللي هو W بيبقى من 3 او الوايز اللي هو البي من 3 ل 5 سم. يبقى بنجيب السيخ اللي هو الحديد عرضه من 1 ل 3 سم وطوله من 3 ل 5 سم. الديجري اوف انكلينيشن اوف بارز من 45 ل 60 درجه، درجه ميل السكرين بتبقى من 45 ل 60 درجه. الفلوستي اوف ابروش سرعه اقتراب الميه من السكرين يعني بتكون في حدود 6 من 10. الاقصى ذا ماكسيمم برنسبل هيد لوسز، اقصى هيد لوسز مسموح خلال السكرين 10 ل 15 سنتي. ليه هيد لوسز؟ ان انا بقول السكرين دي بتحجز مواد عالقه خلالها، فالميه بتبقى قبل السكرين اعلى من الميه بعد السكرين نتيجه الفواقد. ايه؟ ان انا ضيقت المجرى المائي وحطيت فيه قضبان الحديد دي، فالمجرى هيحصل ارتفاع للميه خلف البارز فبيحصل هيد لوسز. فبنقول اقصى هيد لوسز ممكن يحصل من 10 ل 15 سنتي. خلال السكرين يعني لما الميه تمشي ما بين مجموعه البارز ديت المفروض السرعة ما تعديش 1.4 متر على الثانية. الطول المائي الرأسي للبار لينس عشان نحسب ال بقى. ال المايل ده هنحسب ال فيه، ال فيه ديت عبارة عن الطول الرأسي بيساوي الهاي ووتر ليفل ناقص البيت ليفل ناقص من نص الواحد اللي هو ارتفاع الوير. يعني أنا المسافة هاي ووتر ليفل ناقص البيت ليفل ده 7 ناقص 2 بقى 5، وعندي الوير ده نص يبقى ناقص نص يبقى 4.5، يبقى ال في دي 4.5 متر. طب ال المايل هيبقى ال هتساوي ساين سيتا، نقسمه على ايه؟ ميل الزاويه اللي هي على ميل القضيب اللي هو المايل. طيب البي اللينس اوف سكرين اوبننج اللي هي عرض
فتحة الإسكلين للماسورة الواحدة. نحسبها إزاي؟ البي بتساوي الـ إن زائد واحد عدد الفتحات. فلما نيجي نتكلم ادي دي مثلا دول فتحتين، يبقى في كام بار؟ واحد اتنين تلاته. يبقى لما يبقى عندي فتحتين يبقى في تلاته بار، عندي خمس فتحات يبقى سته بار، عندي 20 فتحه يبقى لا في بار زياده اللي هو سيخ زياده. يبقى بالتالي عشان اجيب العرض ده اللي هو العرض ما بين للماسوره الواحده هيساوي عدد الفتحات او عدد السياخ في عرض السيخ الواحد اللي هو A او فاي لو هو دائري. يعني لو انا بستخدم سيخ دائري فاي او هو سيخ مستطيل بنضربه في ايه، جبت ده العرض بتاع السياخ مضروبه في الN في الاس، N عدد الفتحات في اس عرض الفتحه الواحده، يبقى انا جبت البي اللي هو عرض الايه السكرين الواحد. N سبيسنج يساوي النمبر اوف بار ناقص واحد. الهيد لوسز عاوزين نحسب الهيد لوسز هيساوي 1.4 في 1 تربيع زائد في 2 تربيع على 2 جي دي الهيد لوسز خلال السكرين، وقلنا ده المفروض يبقى من 10 ل 15. الفي 2 الفلوستي داون ستريم ذا بار اللي هي السرعه بعد الايه؟ بعد السكرين. ودي بنحسبها عباره عن تو ماكسيم على مقسوم على الدي اللي هو عمق المجرى المائي مضروبه في الدايمتر اوف كوندويت بايب. يبقى حسبنا الفي 2. الفي 1 اللي احنا قلنا بنحسبها اللي هي بتبقى ما تزيدش عن 1.4. ده الجزء بتاع السكرين. نحل بقى عليه مساله في السكشن. ونبدا نشوف الجزء الثاني. عاوزين نصمم المين. ايوه حضرتك دلوقتي احنا كده في المصفى دلوقتي انا منعت ان الاجسام لحد 5 مللي انها تخش او 3 مللي. طب دلوقتي لو عندي المجرى المائي ماشي فيه بقعة زيت كبيره ما هتخش وهتاذي المحطه، والحل في اللحظه ديت مش المصفى عامل ايه؟ هو المفروض دي لو في زيت بقعة زيت في محطة، وده كان حصل في النيل، كان في مركب فوسفات أو مركب غرق في النيل فبقى في تلوث، فهنقفل المحطة على طول. مفيش أي حاجة إن أنا أقدر أمنع إنها تخش؟ لا، بالنسبة لمحطة المية لو في تلوث كارثة بيئية حصلت قبل المأخذ بنقفل المحطة ونبدأ نعوض المدينة بطريقة تانية، لأن صعب. لكن بالنسبة للزيت في الصرف بنعمل له خزان بيزيل الزيوت، لكن هنا في المية ما غير متاح الوسيلة دي. لو حصل عندي كارثة بيئية قبل المحطة لأي سبب بقفل المحطة. طب بالنسبة للعنبر بتاع الضغط الوطي، بيبقى عندي في الوصلات، هل بحط مثلا في الترتيب ده كده بيبقى في عندي وصلات فك وتركيب ووصلات حائط ولا وضع في تفاصيل في لسه تفاصيل عن كده يعني؟ تمام. في عشان اوصل الكلام ده في بربطهم بفلنجات، الفلنجات ديت نظام المسامير بتاعتها ايه، في كذا نظام للمواسير للربط المسامير، وبعد كده في وصلات فك وتركيب وفي حاجات كتير تاني، بس احنا بنقول الحاجه الاساسيه الموجوده. خلاص دول موجودين مربوطين ازاي بقى هندخل في تفاصيل تانية. ماشي يا باشا شكرا. بالنسبه للسكرين برضو يعني اجمالا كده عشان هي الجزء ده بيتوه ناس كتير، و السكرين دي بتمنع المواد الطافيه تدخل المحطه لحد قطر محدد. المواد اللي بتدخل لها طريقه معالجه، عندي خزانات ترسيب بقى موجوده في الاول برسبها، والكلام ده بيتم ازالتها. لما السكرين دي مايله بزاويه سيتا يبقى طيب المايه بتمشي ما بين السكرين دي عباره عن مجموعه سياخ من الحديد بينهم مسافه. المايه بتمشي ما بين السياخ، يبقى المساحه اللي بتمشي منها المايه عباره عن الجزء اللي ما بين السياخ ده اللي هو اس مضروبه في طول الجزء المائي اللي هو ال، يبقى دي المساحه اللي بتمشي فيها المايه.
طب في كم مساحة؟ بيبقى حسب عدد السياخ. عرفت المساحة اللي بتمشي فيها المية. طب اجيب المساحة دي ازاي؟ انا عندي النت اريا بتساوي ان في اس في ال، عندي السرعة ما تزيدش عن 1/4 افرض السرعة واحد، وعندي التصرف، واجيب الان. يبقى المجهول عندي ان اللي هو ايه؟ عدد الفتحات. يبقى انا جبت عدد الفتحات منين؟ بجيبه من السرعة. اس انا بفرضها حسب نوع السكيل اللي عندي، فانا باخدها من 2 ل 5. ال ده حسب عمق الميه اللي هو في المجرى، وقلنا بنحسبه اللي هو ال في على ساين سيتا، يبقى المجهول ان. طب الاريا ديت الكيو بتساوي الايه في الفي. الاريا ايه؟ ان اس ال، المجهول فيها ان، انا عندي الاس فرضتها والال جبتها. طب الفي قلنا ما تزيدش عن 1/4، فهنفرض السرعه واحد، يبقى جبنا عند السرعة وعند التصرف، يبقى المجهول عندي كيو بتساوي الاي في الفي. يبقى مجهول في الاريا الان اللي هي الاول الانكلايند نت اريا، اجيب الان جبت عدد الايه الفتحات اللي بيمشي منها الميه. وبعد كده نمشي بقى الفتحات ديت الاس قلنا بناخدها من 2 ل 5. الاي اللي هو البار السيخ الحديد ده لو هو مستطيل بيبقى العرض الصغير من 1 ل 3 سم، والعرض الطويل 3 ل 5. لو هو دائري الفاي له قطر بيبقى من 12 مللي ل 19 مللي. يعني مش موجود هنا، وانا هنزل لكم الكلام ده بالتفصيل برضه. بعد كده بنحسب الهيد لوسز عباره عن 1/4 اللي في واحد اللي هي حسبناها اللي هي خلال السكرين على الفي 2. الفي 2 السرعه بعد السكرين، هي عباره عن قطاع بتمشي فيه الميه بعرض الماسوره، فهي في عمق الميه، يبقى عباره عن الكيو الفي بتساوي الكيو بتساوي الاي في الفي. يبقى الفي بتساوي الكيو على الاي، الكيو كيو ماكسيمم، الاي عباره عن الدبس بتاع الميه في قطر الماسوره. ده بالنسبه للسكرين. اتكلم على ديزاين اوف مين هيدر، ودي اخر حاجه. المين هيدر قلنا الماسوره زي ما احنا شايفين كده في الرسمتين اللي هم تحت دول، الرسمه اللي على اليمين ادي المين هيدر. لو هي مثلا المين هيدر ده قبل الترمبات، وممكن يبقى بعد الترمبات، يعني في البايب انتيك بيبقى في مين هيدر قبل الترمبات وفي مين هيدر بعد الايه الترمبات. يبقى لو هو مثلا على اليمين اللي انا شايفه الرسمه اللي هي في النص ده قبل الترمبات، فنبص نلاقي عندي ده واصل له مثلا ماسورتين انتيك كوندويت متوصلين على الماسوره تجميع رئيسيه قطرها فار، المسافه ما بين الترمبه والثانيه او ماسوره اس، فماسوره السحب لكل ترمبه هيبقى السنتر لاين ما بين الماسوره والثانيه اس، واخر حاجه في اليمين والشمال اس على 2. طيب هنصمم المين هيدر ده زي الصمب، يعني هو بس هيبقى ماسوره. يبقى حجم المين هيدر ده كنا في الصمب بنقول الحجم بيساوي الطول في العرض في الارتفاع، الطول ال، وقلنا ال بتساوي اس في الان عدد الترمبات، نفس الكلام هنا برضو الطول هيبقى اس في ان اللي هو عدد الترمبات، الدبليو اللي هو العرض ما فيش عرض دي ماسوره دائريه، والدبس اللي هو لا احنا ناخد ماسوره دائريه. يبقى الحجم هيساوي ايه؟ الطول في مساحه مقطع الماسوره اللي هو باي فاي سكوير على 4. يبقى حجم الهيدر هيساوي قطر الماسوره مساحه مقطع الماسوره اللي هو باي فاي سكوير على 4 مضروبه في ال، وزي ما قلنا بنحسب ال اللي هي عباره عن نمبر اوف بامب في اس. طيب الحجم بقى هنا كنا في الصمب بناخد 2 ل 5 دقيقة، هناخد هنا لا بالنسبة للمين هيدر هناخد زمن بقاء المية في الماسورة في المين هيدر، وواحد دقيقة في حالة كيو ماكسيمم، وثلاثة دقيقة في حالة كيو مينيمم، وناخد منهم الايه الأكبر. يبقى نحسب الحجمين، عندي كيو ديزاين أضربه في 1 مينت كيو ماكسيمم اللي هي 1/4 كيو افريج في 1 مينت، أو كيو مينيمم اللي هي 7/10 كيو افريج في 3 مينت، هيديني حجمين. اخد الحجم الاكبر يبقى ده الحجم الكلي، هيساوي باي فاي سكوير على 4. انا عندي ال معروفه
والمجهول هيبقى الفاي، يبقى انا جبت الفاي. يبقى دي تصميم المين هيدر خطوه واحده بس، بجيب حجمه اللي هو التصرف الاقصر في دقيقه والتصرف الادنى في واحد في 3 دقائق، اخد الاكبر منهم هيساوي ايه باي فاي سكوير على 4 في ال، وال اللي هي قلنا عدد الطرمبات في اس، يبقى جبنا من هنا هنجيب باي. ده بالنسبة للمين هيدر. ايش يا دكتور؟ اسمع، أيوة. هو وضع الترمبات على المين هيدر هيفرق سواء هما توالي او توازي؟ ده هتفرق معايا؟ ما هو مثلا لو توالي هيضايقوا بعض في سحب المية، ولا توازي مش لا فاهم. هو لا لا هو ما هما لا، اصل دي اصلا هما بيسحبوا من ماسورة ف وبيضخوا في ماسوره، يعني احنا لما وبيضخوا في نبص ماسورة، ما هو الضخ دلوقتي ماشي، انا بتكلم في السحب، وهيضايقوا بعض، فممكن ترمبة تفصل ايا يكن. لا هما لا هو اللي بيحصل، لا ان في بقى عندنا في منحنى للترمبات لتشغيل الترمبات انها بتسحب في نفس الوقت، فبيبقى بيديني منحنى للتصرف للطاقه للكلام ده، ده موجود في الكود. بس احنا يعني هنقول ان انا عاوز الترمبات دي بتسحب تصرف اللي انا عاوزه كيو ماكسيم او كيو ديزاين. يبقى تمام. هما مثلا عندي 6 ترمبات، انا بشغل 3 يسحبوا كيو ماكسيم، ده اللي انا بيسحبوه من خلال الهيدر، والهيدر متوصل بالايه؟ بالانتيك كوندويت اللي هي ماسوره المأخذ. يعني الدقيقة والدقيقة والتلات دقايق اللي أنا بحسبهم في الماسورة الكبيرة، هو ده اللي هو اللي يدي فرصة للترمبات إنها تسحب؟ ايوه، بحيث انها تسحب بايه؟ يبقى كأني عملت بياره، أيوة، بيارة بس مقفولة. أيوة بس أيوة البياره دي اندر بريشر مش بياره مكشوفه. أيوة يبقى ماشي يا دكتور. بحيث ان الترمبات تسحب منها، ويبقى عندها فرصه انها مديها كميه ميه، الترمبات تشتغل بكفاءه. تمام ماشي، شكرا. كده احنا خلصنا بتاع الانتيك او بتاع المأخذ او بتاع كوليكشن وورك، اللي هو تجميع الميه ونقلها من مصدرها الى محطه المعالجه التنقيه. في أي سؤال لأي حد أو أي استفسار؟ شكرا. أنا هنزل العرض ده الـ PDF بتاعه على الموقع، اللي هو أنا نزلت امبارح المحاضرة الثانية والثالثة، وهنزل دي كمان، والمحاضرة الأولى فيها شوية تعديلات كده هنزلها. وإن شاء الله قبل المحاضرة هنزلها لكم إن شاء الله. هي دي موجودة دكتور؟ أعتقد المحاضرة دي موجودة. هي موجودة، لو حد عاوزها بالـ PDF ماشي، يعني أنا عدلت بعض حاجات بسيطة كده ما بين دي ودي. أيوة يا تمام. دكتور، لو سمحت PDF عشان لو حبينا بس نطبع بعد إذنك. خلاص، هي نازلة PDF، بس أنا هنزلها هي لك PDF PDF أصلا. باوربوينت، يعني الشريحة الصغيرة، بحيث إن أنت لو تمام عاوز تقراها تبقى سهل، بدل ما تنقل من صفحة لصفحة. تمام ولو ماشي. سمحت يا دكتور بقى المحاضرة الجاية قبلها بقى نزلها لنا برضه عشان نتبع قبل المحاضرة لو حبينا نضيف حاجة يعني. خلاص ان شاء الله، يعني انا بس المحاضره دي كان فيها تعديلات كتير، فانا ايه حتى في حاجات انا قلتها لكم عليها، يعني كان في بعض الاخطاء شويه في الارقام، فان شاء الله هنزلها لكم قبلها بوقت كافي ان شاء الله. تمام، شكرا ماشي ماشي. في اي استفسار تاني؟ شكرا شكرا. ماشي، شكرا، السلام عليكم. وعليكم السلام.
يا شباب، هي المحاضرة خلصت؟ اخرجوا يا جماعة، كل واحد يخرج عشان التسجيل يخلص، لأن الدكتور ما وقفش تسجيل، فاخرجوا عشان كل ده هو التسجيل شغال.
الو الو الو.